الحياة فام. الحياة فام. زهرة الحياة. قائد محسن الزوادي، قائد فوج التربية الكشافة التونسية بالقيروان. اليوم جينا ضمن العروض اللي تعمل فيها المكتبة الجهوية ابن رشيق بالقيروان في نطاق المهرجان الوطني لصيف الكتاب تحت شعار نسائم القراءة. عنا عرض للكشافين يتركب من رقص وغناء وعازف فردي ومن كله من إنجاز فرقة المرشدات معناتها بنيات معناتها صغار. نتمناو معناتها النجاح للتظاهرة هذه، ونتمناو باش معناتها اللي جميع المشاهدين واللي يتفرجوا فينا باش معناتها يجيبوا صغارهم للنوادي نتاع الكشافة وباش يتعلموا أصول الكشفية ويتعلموا برشا حاجة. سيد قلاعي مدير المكتب الجهوي ابن رشيق بالقيروان، اليوم عندنا تظاهرة ثقافية في ساحة المغرب العربي تندرج ضمن برنامج المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية القيروان من 23 جويلية إلى 20 أوت. برنامج متنوع في الحقيقة، فيه عروض فرجوية تنشيطية، فيه ورشات مطالعة، ورشات سينما، ورشات خط العربي، ورشات الأسرة وكتاب. في البرنامج كذلك عنا محاضرات، عنا ندوات، عنا أمسيات شعرية، عنا زيارة المؤسسات السجنية كما سجن سيد أحمد وسجن الهوارب حول تقريب الكتاب من المواطن. هي تندرج في إطار انفتاح المؤسسة الثقافية اللي هي المكتبات العمومية على محيطها الخارجي. الحياة فام. الحياة فام. زهرة الحياة.